علينا الهوى من فراء الوادي. يا هوى داخل الهوى خدني على بلادي. يا هوى يا هوى يلي طاير بالهوى في منتورة وطاسورة خدني لعن دنيا. يا هوى يا هوى يلي طاير بالهوى في منتورة وطاسورة خدني لعن دنيا. فزعني قلبي اكبر بيها الغربي ما تعرفني بلادي. خدني 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 على بلادي. نسم علينا الهوى من فراء الوادي. يا هوى داخل الهوى خدني على بلادي. المشهد بيحكي فعلا لما نحن سمعنا هالأصوات الحلوة ولما بنسمع العزف الحلوة من مواهب شابة بعمر الورود، يعني عم يحاولوا قدر الإمكان يصقلوا موهبتهم وينموها من خلال طبعا الموهبة اللي بيمتلكوها بالصوت الجميل أو العزف أيضا الرائع. بدنا نتعرف اليوم على الموهبتين جودي مهنا. بدنا أقول لك سعد صباحك جودي وأهلا وسهلا فيكي، وايضا محمد ابراهيم اللي راح يسمعنا عزفه على العود من خلال ايضا موهبته. يسعد صباحكم واهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحكم. صباح الخير جودي. بدنا نبلش من عندك اولا، نحكي عن بدايه دخولك بموضوع الغناء وهيدي الموهبه، كيف بلشت فيها وهلا لوين وصلتي؟ خلينا نقول كمان هلا انا من صغري كنت شارك كثير بمسابقات، كنت اطلع مسارح مسرحيات، اطلع غني ومثل بنفس الوقت. فانا عندي هذا الشيء انه هواي انا وصغري يعني، واهلي شجعوني على هذا الشيء، كفيت بهذا المجال وصرت بعدين انه تشارك بكذا مسابقه بعد ما كبرت يعني. حتى يمكن دخلتي مجال دراستك هو ايضا كان له علاقه بهذا الموضوع اللي هو التمثيل، يعني كملتي انت بهذا الموضوع. كمان دخلت مجال دراسه التمثيل لانه الاثنين بتوافقوا مع بعض والاثنين انا بحبهم يعني. وين بتلاقي حالك اكثر جودي، غناء ام تمثيلا ولا الاثنين سوا؟ الاثنين سوا. الاثنين سوا يعني بتحسي انه بيربطوا بعضهم بحاله فنيه واحده او موهبه هو واحده؟ هو انه هذا الشيء انا بحبه يعني، هو هوايه يعني شيء بتحبيه. ومحمد خلينا نتعرف عليك اكثر عن موهبتك. وانا عايش بعائله فنيه، البابا بيعزف وعمي الاستاذ حسام ابراهيم هو اللي اسسني وخلاني اوصل لهون يعني. حلو. واخواتي بيعزفوا وجدي يعني هو اسس العائله كلياتها انه الكل نحن بيعزف عنه. العزف على العود، الكل العزف. بيعزف على العود؟ لا، في عندي اخوي بيعزف على الكمان واخوي الثاني على البيانو. على البيانو. على البيانو. عاملين هيك مثل اوركسترا خلينا نقول بالبيت مع بعض. عن جد فرقه. فرقه. طيب نسمع شيء؟ سمعنا شيء هلا كمان. محمد. Thank you.
شكرا لك يا محمد، يعني مبين قد ايه مشتغل على حالك كثير منيح. حبيت يعني لما بلشت بالعود بكون في صعوبه بالبدايه يمكن هيك؟ البدايه كان صعوبه لان تدريب كثير، كنت صغير بالعمر يعني. قديش عمرك محمد؟ انا هلا عمري 16. ان شاء الله العمر كله يا رب. 16 وعم بتعزف بهيك احترافيه، فهيدا الشيء اكيد يعني خلينا نقول بدايه خير لطريق فعلا احترافي بالعزف على العود. ايضا نرجع لك جودي، اللون اللي بتحبي دائما تغنيه من الالوان اللي هلا سمعناها هي الالوان الطربيه خلينا نقول، ولا لا بتحبي تغني الوان ثانيه؟ ميل على الشعبي. على الشعبي؟ شو محضره هلا؟ نسمع. أنا أحب السماء. يلا أسمر يا شب المهيوب. أوكي تفضلي. حدك بدي بهون يا أحلى شب بهالكون، لون عيونك أجمل لون يا بعيوني العسلية، وأسمر يا شب المهيوب كرمال عيونك رح دوب، عن حبك مش ممكن توب لو صفى عمري مية. أسمر يا شب المهيوب كرمال عيونك رح دوب، عن حبك مش ممكن توب لو صفى عمري مية. عنك مهما يقولوا الناس بعرف قلبك شو حساس، فعندك حب وخلاص عايشي معك هانية. واسمر يا شب المهيوب كرمال عيونك رح دوب، عن حبك مش ممكن توب لو صفى عمري مية. اسمر يا شب المهيوب كرمال عيونك رح دوب، عن حبك مش ممكن توب لو صفى عمري مية. شكرا لك جودي. هلا التوافق بين العود والغناء، يعني حدا عم يعزف وانت عم تغني، بقى هون كيف التوافق بيكون مع بعضكم؟ يعني عم تلاقي صعوبة انت ومحمد او لا؟ انا ومحمد لا ما عم نلاقي صعوبة، في تدريب متواصل. ايه تدريب تواصل يعني. بالتمثيل خلينا نحكي اكثر عن الموهبة الثانية او الدراسة اللي عم تدرسيها بالتمثيل، يعني في شيء كمان خلينا نقول شيء محدد انت دائما بتحبي تقدميه وتعطيه، ولا لا لازم بالدراسة التمثيل انك تقدمي كل شيء؟ هلا التمثيل بدك تقدمي كل شيء. كل شيء عم بدك تكوني عم تتدربي على كل شيء. عم تتدربي على كل شيء، يعني انت جاهزه لاي مشهد بقول لك اياه، انه لحظه انت كنت جاهزتي له، ان فرح وان حزن وان اي شيء. تمام. محمد لوين حابب توصل انت بالعزف؟ لك انا طموحك حابب يعني. انه بس اكبر اني اسافر برا البلد، اشتغل بمهنتي هنا، تطلع يعني عزف. تطلع تاخذ هيدا العزف وهيدا التراث وهالقصص هيدي تطلع تنشرها يعني. بس طبعا انه هاد شيء بأثر على دراستي، دراستي بدي كملها يعني. طب واكيد التمثيل انت هذا طموحك؟ طموحي المستقبل ان شاء الله يا رب. تمام موفقين، ولكن بدنا نسمع منكم اغنيه كمان هيك على ذوقكم، نختم هيدي الفقره معكم. تفضلوا. كان عنا طاحون على بال المي، قدامه ساحات مزروعة في، وجدي كان يتحلل الحي قمح وسهريات، ويبقوا هالناس بهالساحات شي معهم كياس شي عربيات، رايحين جايين عطول الطريق تهدر غنيات. يا سهر الليالي، يا حلو على بالي، غني 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 على الطرقات. يا سهر يا
يعطيكم العافية، كتير حلو، موفقين يا رب إن شاء الله بمواهبكم وأيضا بدراستكم، وشكرا كتير لحضوركم معنا جودي مهنا ومحمد إبراهيم، يعطيكم العافية. سلام. شكرا لكم، يسعد صباحكم. سلام.